وبنكفي معكم اكيد، وكمان بنكفي مع كارلا بخفيف نضيف. هلو اجان. هلو اجان رولا، ومنكمل بموضوعنا. للي كانوا عم بيتابعونا بعد قبل البريك، كنت عم بحكي عن المراهقين وخاصه الشباب، وعم جرب نعطي بعض الحلول للاخطاء الشائعه بالتغذيه. قطعنا مشكلة الخضار والفاكهة، وقلت قد ما فينا نضل نجرب نعرض عليهم. صحيح. حتى ندخل أصناف جديدة بحبوها بالأصناف القديمة، مثلا بازلا وجزر، نزيد لها ذرة تطلع يمكن بيصيروا بحبوها أكثر. ما بيمنع إنه أنا إذا بحبوا ياكلوا بيتزا عبي لهم إياها خضرة. يعني بهيك طرق بيقدر الواحد يعمل أو يخلي الأولاد ياكلوا فواكه خضرة أكثر. ما بيمنع مثلا بالفاكهة تحديدا نعمل لهم فونديو بالفواكه، أكيد رح يتسلوا إذا مذوبين شوكولا بيصيروا بياكلوا أكثر فواكه، إن كان فريز أو موز أو مانجو كيوي عنب شو ما كان. وقت تغطي بالشوكولا، مع كل شيء الشوكولا بينغطي حتى جزرة مع الشوكولا بصير طيب. جزرة ما بعرف، بس انه لا منجرب منجرب. بنرجع بننتقل للبروتين، وهون مشكلة يعني البروتين ما لنا مشكلة، لانه في جزء كبير واغلبية الشباب ما عندهم مشكلة ياكلوا لحوم ودجاج، وحتى بالاحرى يعني احنا بنخاف من كثرة استهلاكهم لهاللحوم والدجاج، لانه اذا كانوا مقليين وبالتالي بعرف دهون زياده. هلا بترجع بتقولي لي بهالعمر بدنا نعتل هم، عم بتبين رولا انه ايه بدنا نعتل هم من هالعمر، وحتى لازم نعتل هم بعد عمر ابكر وابكر، لانه كل شيء عم بيفرجينا انه كل اللي مبلشين فيه من صغير من طريقه اكل. حتى هلا في اشي عم بتفرجي انه شو بتاكل الام هي وحامل بابنها او ببنتها بياثر على حياتهم بعد سنين. مشان هيك كل ما بلشنا ابكر ناكل اشياء منيحه نظيفه كل ما احسن. من هون فكره الشباب اللي بيعملوا رياضه ويمكن بيتمرنوا على حمل الاثقال، ويت تريننج، ماسلز الى اخره، بيركزوا كثير على اللحمه، على الدجاج، على السمك، لهذا اكيد منيح وهن بحاجه له، بس ما بيمنع نذكرهم انه بيقدروا ياكلوا عدس، بيقدروا ياكلوا حمص، بيقدروا ياكلوا. بتعرفي انا وصغيره ما كان كثير يعنيني العدس والحمص وهيك، ما بعرف ليه على كبر بيتغير الواحد، بيرجع بيحب قصص كان بيصير بيحب ما يحبها هو. في عندك اولاد ما بيتغيروا ابدا على كبر، مشان هيك بالعكس في ناس كمان بتخف اكلها اكثر، بخف القصص اللي بياكلوها اكثر على كبر، بصير النوعيه او الفرايتي يعني الانواع اللي بياخذوها اقل. هلا كمان مره فينا نحن بدل اذا ما بيحبوا المدردره او المجدره فينا نعملهم اياها بغير طريقه، فينا نعملها على شكل اقراص مثلا بدل الميت بولز لانتل بولز، لحتى نشجعهم ياكلوا هالامور اكثر، علما انه بهالعمر هن بحاجه لكميه عاليه من البروتين، لانه مثل ما قلنا عم بيربوا عضل، عم بيربوا عظم، وهن ما فينا نقطي عن نهار من دون ما نطعميهم بروتين. في ذكاء كثير لازم يكون عند المرأة والأم صح، لحتى مش بس ذكاء، خيال انه ميت بولز بنصير بنعمل عدس بولز بولز واخبار وماشي ضرب وسميهم هيك أسماء غريبة. أنا هيك مرة أنا بدي أخبرك خبرية، خالتي إحنا وصغار ما بعرف شو كنت، إنه مش قبلانة آكل ما بعرف شو الأكل اللي عاملينه بالبيت وهيك، بتقوم اللي انا هعمل لك طبخه بس لك وفرنساويه واخترعت على اساس انه انا فاتي معه، تعي شوف كيف بنعملها. راحت بس فقشت بيضتين وما حطت ملح وبهار عشوائي، عرفتي؟ ما قطعت عليك؟ قطعت، انغرمت فيها انه فرنساويه وبتعقد وعشتها، عرفتي؟ وانه دائما براسي انه متذكرتها لهلا انه هالطبخه عم لك عمرك شي 7-8 سنين، شو هالطبخه؟ ما هي هيدي بتلعبي على الاكل مع المراهقين، خاصه هلا انه في عندك كثير انفتاح على كثير اطباق غريبه. صح. بدل ما تقولي له مقلوبه باذنجان او مقلوبه قرنبيط بتقولي لهم كولي فلاور ريزوتو، هي بتكون مقلوبه قرنبيط، بتقلب الرز بصير ريزوتو والقرنبيط بتقولي له كولي فلاور، خلص صارت، او بالفرنساوي ريزوتو او شوفلور، هي مقلوبه قرنبيط مثلا او باذنجان.
وغيرها وغيراتها. هلا بنوصل لكمان مشكله ثانيه وهي الدهون اللي عم ياخذوها، ان كان فرايز بطاطا مقليه او اونيون رينجز او ناتشوز او الجبنه التشيز ستيكس او الوينجز الوينجز هدول هدول انا برايي قد ما كان الشاب رفيع وبده ينصح ما لازم ياكل هالاصناف، خاصة للجوانح. طيبين طيبين خلينا نحكي منطق. طيبين انا هلا ما في اقول لك انا شخصيا ما بحبهم، يعني ما بقدر كون اقول انا بالنسبة لي مش طيبين، بس طبعا الاذواق مختلفة. بس مثلا الوينجز او اي شيء ثاني من هالاصناف ما فيهم شيء ابدا غير ضرر. ما معروف الزيت كم مرة نقلها فيه، ما بعرف شو هو الزيت، الدهن تبع الجلد الجوانح، لان انت ما فيك تشيل الجلد عن الجوانح، اكثر شيء بجمع انتي بايوتكس، بجمع مواد بتنعطى يمكن هرمون او غير للدجاج، هو اكثر شيء انتي بايوتكس لحتى الدجاج ما يمرض. بالتالي انا ما عم باكل اشياء منيحه، ما عم باكل غير اشياء سيئه. بالمقابل مثلا فينا ناكل جواكامولي كمان، ما هيك؟ طبعا. لا هيدا الجواكامولي او الافوكا مع بندورة كيف ما كان الافوكا فينا ناكله، مع عسل مقطع، مع بيض، مع زيت زيتون، والولاد الشباب كثير بحبوه بعتقد. اوكي ما نغمسه بالناتشوز، فينا نغمسه بخبز محمص انه ايه اوكي. لو هلا اذا حدا حطينا الكاميرا على وجهها لا وجهها لرولا بيشوف من الناتشوز بتنتقل على رح اعطيك طريقه تجربيها يلي هي الخبز الترينجلز او مقطع مثلثات، حطي له زيت زيتون، ثوم، ملح وزعتر وحمصيه بالفرن. ثوم، ملح وزعتر؟ وزعتر. شو بدق الثوم بحط زعتر؟ تخلطي مع زيت الزيتون مع الملح وغطسي او بالفرشايه دهني كل الخبز وحمصي بالفرن مثل الجارليك بريد اللي بنطلبها هيك شيء على اطيب. واذا كان الخبز قمحه كامله او المالتي سيريال بعد بصير بيقرش اكثر. وفشل الناتشوز. انا خلص اليوم الليله انا اولادي صار يحبوها ليله، واذا هيك رح اعتمدها صح. لوز جوز قد ما بس ما بتكسريهم قبل، فيك احسن تقطعيهم على القد وبدهن حتى يكون اسهل بعدين، ما مش الخبز الكامل المحمص بتتكسر بتفرفش. مزبوط بتصير بسرعه. ما لازم ننسى الكالسيوم، موجود بمشتقات الحليب على انواعها. بعرف اذا ما بناكل ونشرب حليب ما تنسوا عنا لبنه وجبنه ولبن، فينا نحطهم بكل شيء، فينا نعملهم بكل شيء. حتى ايه اذا اخذت شويه حبوب ساسمي سمسم يعني كمان فيهم شويه كالسيوم. الزبده شو وضعها؟ الزبده ما رح يكون فيها كثير كالسيوم، لانه معظم يعني وقت تعمل الزبده خلص بقى الكالسيوم ما تبقى من الحليب. أوكي. بقى ما بعتمد مصدر للكالسيوم. بس الفيتامين دي كمان كل هال شفناهم ومن ضمنهم الزبده مصدر للفيتامين دي. هلا عند الشك طبعا عم نخلي الاولاد يعملوا او الشباب يعملوا فحص دم، في كثير عم بيكون عندهم نقص بالفيتامين دي وبالتالي بياخذوا اذا في لزوم جرعات اضافيه. عندك بعد الحديد، الحديد موجود بكل انواع اللحوم. اجمالا ما عندنا مشكله كبيره مع الشباب، اكثر مع الصبايا خاصه اذا ما بيشربوا ما بياكلوا عفوا لحوم. هون مع الدوره الشهريه لازم نعطيهم ننتبه اذا في فقر دم ياخذوا عبكير جرعات اضافيه من الحديد. واخيرا الرياضه. بعرف انا الشباب الكول الكحول، برافو ذكرتيني بالكحول. بين ال 15 و 18 وحتى 20 و 21 ممنوع يشربوا كحول، لانه الكحول بتاذي نمو الدماغ. يعني هن بفتره نمو وقتها يقولوا لك ببلدان برا ما بيسمحوا للشباب يشربوا قبل ال 21، لانه في سبب علمي وراها. الكحول سم لخلايا الدماغ اللي عم تنمى عند المراهق، كل خلايا الجسم وخاصه الدماغ والكبد، يعني انت عم تحط سم عم بيقتل هالخلايا. هلا طبعا بالمطلق يفضل انه ما يشربوا كحول ابدا. يلي بده يقرر يشرب كحول، الشباب والبنات
مش قبل ال 21. وهون انا ببعض الاماكن بتفاجئ انه كيف بعضهم بفوتوا على بابز شباب او صبايا تحت السن. وبعرف انه في كثير شباب وصبايا كمان بيعملوا فيك اي دي او بيغيروا بالاي دي ليكبروا حالهم، يلي بالبابات بيكونوا عارفين هالشيء وبيطنشوا. نحن عندنا مراقبه طبعا يوميه. صح. ان شاء الله هلا عم بيصير في شغل على الموضوع، عم بيصير في شغل على القانون اللي بيمنع انه الشباب، ورح يتطبق كمان ان شاء الله. ايه ان شاء الله اكيد ان شاء الله الواحد لازم يضل يكون عنده امل. بالاخر بننهي ب ميكس الكول ومشروبات طاقه، طاقة ايه ننتبه له، هيدا سم ثاني. صحيح. لانه ما بحس حاله المراهق انه سكر او انه داخ، لانه بعدهم هايبر وكثير منشط. بقى كمان ممنوع منعا بتن. عملوا سبور، عملوا سبور، عملوا يوغا 30 دقيقه كل يوم. هلا الشباب ليكي ما عنده مشكل بالسبور، يوغا ما بعرف، البنات اكثر. يوغا بيعتبروا انه لا مش للقانون للبنات، مع انه في كثير شباب هلا عم بيعملوا ترند. صحيح. والشباب شباب ايه لا عادي عادي. انا ابني كمان عمل يوغا كثير انبسط، بس ما ضايقني كثير. لا صار بفتره، لا صار عنده خيار لازم ينقي، ما عنده وقت. يوغا او فوتبول او باسكت. اكيد حيروح فوتبول او مثلا جوجيتسو، ايكيدو، المارشال ارتس كمان، هدول كثير منيح للشباب لانه بيعطون قوه وسلف، بيكون عندهم سلف ديفنس. بنات خلص لحين اذا بتكون على اليوغا. يوغا بعد شوي، بعدين برجع شو. لا قال لا بعدين. طيب ثانك يو لك كارلا، بنرجع بشوف فيك نحن اكيد نهار الجمعه. نتوقف مع بريك ومن بعدها بنكفي مع كيندا بارض ورد.